السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم هو الجزء الثاني من حلول السلسلة رقم 3 للإحصاء 2. في فيديو سابق قمنا بحل الخمس تمارينات الأولى، كانت عبارة عن تمارينات بسيطة لأن من خلالها خذينا المبادئ والأساسيات حساب الاحتمالات، وقلت لكم في الفيديو السابق باللي كل ما تقدمنا في التمارينات كل ما الأشياء راح تصعب شوية وتعقد شوية، هذا اللي راح يتطلب منا تركيز زايد شوية. من خلال التمارينات المتبقية رايحين نركزوا إذا على بعض الحالات المعقدة نسبيا، ورايحين نركزوا كذلك على الاحتمالات الشرطية ومنها نظرية بايز، لأنها خاصة بالنسبة لنظرية بايز ربما تشكل في بعض الحالات عند الطلبة مشكلة، وبالتالي رايحين نحاولوا نتجاوزوا هذه المشكلة. شفتنا في الجانب النظري كيفاش نحكم مشكلة أو نحكم تمرين، نفصله ونقسمه إلى أجزاء باش نتعرف هل نحن بصدد الحديث عن حالة أو نظرية بايز ولا لا. شفنا كيفاش نعود نركبها ونشوفه كيفاش القانون أو المبدأ العام كيفاش تمشي طريقة حل تمرين يتعلق بنظرية بايز. إذن نبدأ اليوم بحول الله في تمرينات، وقلت لكم يرجى التركيز مع الحلول لاني رايح نبسط الامور الى ابسط شكل ممكن، ونحل في بعض الحالات اني التمرين نروح نفصله الى وحداته الاساسيه البسيطه جدا باش الاستوديو يتعلم كيفاش يفكك تمرين الى ابسط وحداته باش ينجم يفهمه، وبعد يعاود يركبه باش يلقى النتيجه المرغوبه. اذا نبدأ على بركة الله مع التمرين السادس. وش يقول لي في التمرين السادس؟ يقول لي أطلق أحد الرماة طلقة واحدة على هدف معين. الهدف تاعي مكون من ثلاث مناطق سميناها واحد واثنين وثلاثة، وأعطاني احتمال إصابة كل منطقة من المناطق الثلاث. قال لي بلي احتمال إصابة المنطقة رقم واحد هو 0.15، المنطقة رقم اثنين هو 0.23، والمنطقة ثلاثة هي 0.14. وبصح سألني سؤال قال لي ما هو احتمال عدم إصابة الهدف. احنا واش قلنا كما جرت العادة قبل ما نحل التمرين تاعي نحط ورقة وستيلو قدامي، نجبد الكلمات المفتاحية تاعي، إذا أعطاني معطيات نكتبهم قدامي المعطيات، ونبسط الأمور قلت لكم للماكسيموم جوست باش نختار، نعرف كيفاش نختار القانون المناسب تاعي، لاني القانون اني ما نجيبدوش ديريكتوم مباشره، وانما لازمت لي نركز مع الشيء الذي ذكر في نص الموضوع تاعي انا. اوكي، دونك انا واش راح ندير لكم كما جرت العاده، نحكموا التمرين نبسطوه لو ماكسيموم باش يفهم الطالب الطريقه ولا الميكانيزم كيفاش رايحين نحلوا التمرين تاعنا حنايا. الهدف تاعي ها هو وين هو، دونك الهدف مشكل من ثلاث مناطق سميتها المنطقه الاولى الثانيه الثالثه، ودركا راح نصوب البندقيه تاعي باش نقوم بطلق الرميه تاعي هذه، وهي رميه واحده او طلقه واحده فقط. اذا اطلقنا ولا خرجت الطلقه الاولى وأصابت المنطقة رقم واحد، أعطاني الاحتمال إصابة المنطقة الأولى هذه هو 0.15، دونك المعطيات هذه 0.15 ما جبتهاش من راسي، وإنما هي عبارة عن معطيات أعطاها لي في النص. سأعتبر الحادث A1 هو حادث إصابة المنطقة رقم واحد، ومنه راح نكتب PA1 معناتها احتمال إصابة المنطقة رقم واحد هو 0.15، ومنه يمكن استنتاج احتمال عدم إصابة المنطقة واحد. كيفاش راح نستنتجو؟ راح نستغل البديهية تاع الحادثان أو احتمال حادثان متتامان، الحادثان المتتامان أو المتعاكسان. كي نجي نحسب الاحتمال تاعهم أعطوني في البديهيات قال لي بي أ بار تساوي واحد ناقص بي أ. اوكي، دونك سي با لا بين ندخلوا ونزيد نفسر لكم الحكايه هذه لانها ذكرت في محاضرات وفي فيديوهات سابقه. راح نستغل مباشره هذه البديهيه، وعلي اعطاني الاحتمال اصابه المنطقه الاولى رمزت لها ا1
ولقيت الاحتمال تاعها هو 0.15 عبارة عن معطى، يمكن أن نستنتج بي أ 1 بار، معناتها احتمال عدم إصابة المنطقة الأولى اللي هو 1 ناقص 0.15، هنلقاه 0.85. هذا بالنسبة للمنطقة الأولى. نروحوا دركا للمنطقة الثانية، تلقائيا راح تصيب المنطقة الثانية، عطاني الاحتمال هو 0.23. راح نحط حادث ثاني حنسميه A2 اللي هو يمثل لي إصابة المنطقة رقم 2، وعليه يولي عندي احتمال إصابة المنطقة 2 اللي هي عبارة عن معطاة 0.23، نستنتج منها احتمال عدم إصابة المنطقة رقم 2 اللي هي 1 ناقص 0.23، حنلقاوه 0.77. نروح للمنطقة الثالثة الآن، التلقائية راح تصيب المنطقة الثالثة باحتمال قدره 0.14 عفوا. راح نفرض حادث ثالث سميته A3 اللي هو حادث إصابة المنطقة الثالثة، وراح نحسب الاحتمال تاعو، مش نحسب بليتو، راح نحسب نستنتج احتمال عدم الإصابة، لأنه احتمال إصابة عطاهولي عبارة عن معطاة اللي هو بي ا 3 تساوي 0.14، ومن هنا نستنتج احتمال عدم اصابه المنطقه الثالثه اللي راح نرمز له بي ا 3 بار، وتساوي 1 ناقص 0.14، وراح نلقاه 0.86. حنا يعطانا احتمالات الاصابه، وهنا رايحين قاعدين نستنتجوا في احتمالات عدم الاصابه. لماذا؟ لانه اصلا السؤال تاعي انا واش قال لي، ما هو احتمال عدم اصابه هذا الهدف؟ وش المقصود به؟ معناتها المقصود به ملي كي تخرج الطلقه تاعي، رايحه الطلقه تاعي لا تصيب الهدف كومبليتوم، معناتها ماهيش رايحه تصيب المنطقه الاولى او المنطقه الثانيه او المنطقه الثالثه. على ذيك ولينا نحوسوا ولا نستنتجنا عدم اصابه المنطقه الاولى، ومن بعد رحنا حوسنا على عدم اصابه المنطقه الثانيه، ومن بعد حوسنا على عدم اصابه المنطقه الثالثه. وعليه كي نجي نحكم السؤال تاعي هذايا ما احتمال عدم اصابه الهدف، وزيني حنولي نكتبه، حنكتبه بالشكل هذايا، ما هو احتمال عدم اصابه المنطقه الاولى او المنطقه الثانيه او المنطقه الثالثه. اوكي، هذا الاحتمال واش راح يساوي؟ كي نحكم الاحتمال تاعي هذايا ونكتب له الصيغه العامه تاعو، الصيغه العامه تاعو كتبتها هنايا بالشكل هذايا. بالنسبه للطلبه اللي تبعوا المحاضرات وفهموا المحاضرات السابقه، يمكن انه يلاحظ باللي الصيغه هذه هي عباره عن الصيغه العامه تاع حوادث غير المتنافيه. هنايا راح يسال الطالب ولا يتشكل له السؤال اللي في راسه، يقول لي وعلاش اعتبرنا الحوادث تاعنا هي حوادث غير متنافيه وماهيش حوادث متنافيه؟ انا الاجابه تاعي حتكون على شطرين. الشطر الاول حنحكي لك وعلاش قلنا باللي الحوادث غير متنافيه، والشطر الثاني حنقول لك اذا اعتبرنا الحوادث متنافيه ما الذي سيحدث. اوكي، دونك نبداو بالشطر الاول، لماذا اعتبرنا الحوادث غير متنافيه؟ الشيء اللي يمكن ملاحظته من خلال التجربه اللي شفناها والرميات اللي شفناها من قبيله، يمكن ان نتحدث ولا نلاحظ اننا نتحدث عن احتمالات عدم الاصابه وليس احتمالات الاصابه. اوكي، دونك راني نحكي على احتمالات عدم الاصابه، وعليه من السؤال هذايا اللي هو لماذا اعتبرنا الحوادث غير متنافيه، يمكن اني نشتق 3 اسئله فرعيه. وعلاش وشي الفائدة الأسئلة هذه؟ باش نشوف أسكو الحكم تاعي باللي الحوادث غير متنافية صحيح ولا ماهوش صحيح. حنبدأ بالسؤال الفرعي الأول، وش راح نقول؟ هل يمكن عدم إصابة المنطقة رقم 1 والمنطقة رقم 2 في نفس الوقت؟ لاحظنا باللي البندقية كي تلقط الطلقة تاعي، الطلقة تاعي جات خارج الهدف، معناتها الاكستيريور، خارج، ما قاستش الهدف تاعي كومبليتوم، معناتها الطلقة تاعي ما قاستش المنطقة رقم 1 والمنطقة رقم 2 في نفس الوقت. وعليه هل يمكن عدم الإصابة تاع المنطقتين في نفس الوقت؟ سأقول نعم. إذا كانت الإجابة تاعي نعم، هذا وش يعني؟ يعني باللي حادث عدم إصابة المنطقة الأولى اللي رمزناها لها A1 بار، وعدم إصابة المنطقة الثانية اللي رمزنا لها A2 بار، هما حادثان غير متنافيان.
وشفنا قبل وش معناتها وش المقصود بالحادثان المتنافيان والحادثان غير المتنافيان. فالحادثان غير المتنافيان هما الحادثان اللي نجم يوقعوا في نفس الوقت، وبالتالي الطلقة تاعي ما قاستش المنطقة رقم واحد وما قاستش المنطقة رقم اثنين في نفس الوقت، وعليه الحادثان تاعي تاع عدم إصابة المنطقة رقم واحد وعدم إصابة المنطقة رقم اثنين حادثان غير متنافيان. إذا هنا واش راح درت؟ حكمت المنطقة رقم واحد والمنطقة رقم اثنين. حندير نفس الحكاية مثنى مثنى، معناتها درك واش راح ندير؟ حندير المنطقة رقم واحد والمنطقة رقم ثلاثة، راح نسأل نفس السؤال تاعي أنايا، هل يمكن عدم إصابة المنطقة رقم واحد والمنطقة رقم ثلاثة في نفس الوقت؟ الطلقة تاعي جات الاكستيريور، جات خارج الهدف تاعي، وبالتالي عدم إصابة المنطقة رقم واحد والمنطقة رقم ثلاثة في نفس الوقت ممكن، وعليه سأقول بلي الحادث عدم إصابة المنطقة رقم واحد وعدم إصابة المنطقة رقم ثلاثة هما حادثان غير متنافيان. وعلاش؟ لأنها عدم الإصابة تاع المنطقة واحد واثنين وقعت في نفس الوقت. نزيد نكمل، خذيت A1 مع A2، خذيت A1 مع A3، واش قعدت لي؟ قعدت لي A2 مع A3. حنسأل إذن السؤال الثالث تاعي هنايا، هل يمكن عدم إصابة المنطقة رقم 2 والمنطقة رقم 3 في نفس الوقت؟ توجور نذكروا باللي الطلقة تاعي راهي راحت خارج الهدف، وعليه عدم إصابة المنطقة رقم 2 والمنطقة رقم 3 في نفس الوقت ممكن، وعليه سأقول باللي الحادث A2 بار و A3 بار هما حادثان غير متنافيان، لأنهم يمكن انهم يقعان في نفس الوقت. درت A1 مع A2 لقيتهم غير متنافيين، A1 مع A3 لقيتهم غير متنافيين، لقيت A2 مع A3 غير متنافيين. الاستنتاج تاعي من خلال التساؤلات والاجابات السابقه يمكن قول ان الحوادث الثلاث تاعي غير متنافيه فيما بينها مثنى مثنى، معناتها كل زوز نهزهم مع بعضهم نلقاهم حادثان غير متنافيان. على ذيك انايا هنايا خذيت ولا اعتبرت الحوادث تاعي غير متنافيه ورحت كتبت الصيغه العامه تاعها اللي هي بالشكل هذا. دوكا واش رايحين نديرو؟ نحكمو الصيغه تاعي هذه، نروح نجزأها ولا نروح نزيد نعاود نبسطها. واش لقينا؟ بي A1 بار اتحاد A2 بار اتحاد A3 بار اللي هي هذه تساوي بي A1 بار هي نفسها، بي A2 بار هي نفسها، بي A3 بار هي نفسها. واش مازال لي لهنا؟ الصيغة العامة يقول لي ناقص احتمال تقاطع A1 مع A2، ناقص احتمال تقاطع A1 مع A3، ناقص احتمال تقاطع A2 مع A3، هذوما الحوادث تاعي، وزايد الاحتمال تاع A1 بار التقاطع A2 بار تقاطع A3 بار. تقول لي وعلاه زايد؟ انا نقول لك هذا قانون، حنايا قلت لكم مانيش رايح ندخلكم في البراهين وما ندخلوش في المتاهات هذه، حنا بالنسبه لنا عطاونا الصيغه الرياضيه تاع الحوادث غير المتنافيه، رايحين نشوفوا كيفاش نطبقوها، ما راناش رايحين نحوسوا عليها كيفاش جات والبراهين تاعها. هذه حنايا بالنسبه لنا في الاختصاص تاع العلوم الاقتصاديه ما تهمناش، اللي يهمنا اني نحكم الصيغه الرياضيه ونعرف كيفاش نطبقها ونعرف كيفاش نحسب الاحتمالات تاعي. دركا واش راح نلاحظ؟ باللي الكتابات تاعي الصيغه هذه او العباره هذه هي نفسها العبارة هذه، العبارة هذه هي نفسها العبارة هذه، العبارة هذه هي نفسها العبارة هذه. درك رحت حكمت العبارات اللي كيما هذوما، اللي هو احتمال تقاطع A1 بار و A2 بار، معناتها ما هو احتمال عدم إصابة الهدف رقم واحد والهدف رقم اثنين. هنا واش رحت كتبت هنايا؟ العبارة دي حولتها إلى الصيغة هذه بي أ أن بار في بي أ دو بار، ولا حولتها لهنايا. شفنا كيف قبلا باللي كي تكون عندي حوادث مستقلة، كيكونوا عندي حادثان مستقلان، فإن احتمال تقاطعهما هو جداء احتمالهما. تقول لي وعلاش الحوادث مستقلة؟ لأنه حنايا الهدف تاعنا هو الهدف تاعي المشكل من ثلاث مناطق، عندي المنطقة رقم واحد والمنطقة رقم اثنين والمنطقة رقم ثلاثة،
لاحظوا باللي المنطقة رقم 1 والمنطقة رقم 2 والمنطقة رقم 3 مستقلتان، ولا مستقلات فيما بينها، ولا مستقلة فيما بينها. وش معناتها؟ معناتها الطلقة تاعي كي تجي على سبيل المثال وتقع في المنطقة الأولى، هل على سبيل المثال كون نهز طلقة ثانية ونرميها على نفس الهدف تاعي، هل هذا يعني أنها مادامها في الطلقة الأولى جات في المنطقة رقم 1 معناتها لازم في الرمية الثانية تجي في المنطقة الثانية؟ ما عندها حتى علاقة. معناتها قادرة الرمية الثانية تجي في المنطقة رقم 1 أو تجي في المنطقة رقم 2 أو تجي في المنطقة رقم 3. نفس الحكاية بالنسبة للطلقة الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا. حنحكم نفس المبدأ اللي راني نحكي به دركا ونعكسه في احتمال عدم الإصابة، لأن هنا حكيت على احتمال إصابة، دركا احتمال عدم الإصابة. إذا رميت الطلقة تاعي الأولى تاعي ولم أصب المنطقة الأولى، فهل هذا يعني اني مادام لم اصب المنطقة الاولى معناتها لازم ما نصيبش المنطقة الثانية؟ لا. هل هذا يعني اني ما لازمش نصيب المنطقة الثالثة؟ لا. وبالتالي عدم اصابة المنطقة الاولى ما عندها حتى علاقة بعدم الاصابة تاع المنطقة الثانية، ما عندها حتى علاقة بعدم اصابة المنطقة الثالثة. وعليه سأقول عدم إصابة المنطقة الأولى مستقلة تماما عن عدم إصابة المنطقة الثانية، اللي هي مستقلة تماما عن عدم إصابة المنطقة الثالثة. وعليه كي نحكم المعطيات تاعي أنايا ونحكم الحوادث تاعي مثنى مثنى، واش راح نلقى في الحوادث تاعي؟ باللي الحادث A1 وA2 أو عدم الإصابة، الحادث A1 بار و A2 بار حادثان غير بلوتو مستقلان تماما عن بعضهم، عدم إصابة المنطقة الأولى وعدم إصابة المنطقة الثالثة مستقلان فيما بينهما، عدم إصابة المنطقة الثانية وعدم إصابة المنطقة الثالثة مستقلان مع بعضهم. وعليه مش راح تكتب تنايا، كتبت لكم احتمال A1 بار تقاطع A2 بار يساوي جداء احتمالهما، احتمال تقاطع A1 بار و A1 بار و A3 بار عوضته قلبته احتمال A1 بار في احتمال A3 بار، احتمال A2 بار تقاطع A3 بار مادام حادثان مستقلان، كتبت لهم الاحتمال تاعهم هو A2 بار في A3 بار. والاحتمال تاع هذوما مادام ثلاث حوادث مستقلة فيما بينها مثنى مثنى، رحت قلبتها احتمال أو جداء احتمالهما. اوكي، دونك واش رحت درت؟ حكمت لهنايا القيم تاعي باش نزيد نشرح لكم تريبيا، حكمت القيم تاعي ورحت كل واحدة فيهم جزأتها لكم باش نشوف سوكو جي في الشي اللي راح درتو. دونك حنبدا بكل قيمة وتشوفوا القيمة اللي ربطها بها. اذا حكمت القيمة تاعي هذه لهنا، واش راح درت لها؟ حكمتها الـ A1 بار والـ A2 بار تقاطع تاعهم مادام حادثان مستقلان، حولتها الى جدا. حكمت الا 3 الا 1 بار مع الا 3 بار حطيتها لهنايا، وحكمتها قلبت التقاطع احتمال تقاطع هو جداء احتمالهما. حكمت القيمه هذه حطيتها لهنايا، وبه عوضتها بالقيمه هذه اللي هو اذا كان عندي حادثان مستقلان فإن احتمال تقاطعهما هو جداء احتمالهما. وش قعدت لي؟ قعدت لي هذه حنحطها لهنايا، اللي هي القيمة تاعي اللي هي A1 بار تقاطع A2 بار تقاطع A3 بار هي P1 بار في P2 بار في P3
بار وعليه وش ولات عندي الصيغة تاعي، الصيغة تاعي ولات هكا. تلاحظوا باللي انطلقت من صيغة اللي فيها الاتحاد والتقاطع، حولتها إلى جمع وجدال. البي أ أن بار حسبناه قبلا، البي أ دو بار حسبناه قبلا، بي أ تروا بار حسبناه قبلا، وبالتالي تلاحظوا باللي الصيغ تاعي كاملة ولات تحسب بدلالة بي أ أن بار وبي أ دو بار وبي أ تروا بار. القيم اللي عندي نروح جيست نطبق لها ولا نقالها الصيغة تاعها ونحوس على التطبيق العددي تاعها. دونك بي أ أن بار هو 0.85، بي أ دو بار قلنا 0.77، بي أ تروا بار 0.86، واللي تنعوض ناقص الجدال تاع أ أن مع أ دو، الجدال مع أ أن مع أ تروا، الأ دو مع أ تروا، والأ أن مع الأ دو مع الأ تروا. إذن هنا قلت باللي طالب أو قادر نكتب مليح، وكي نوصل هنا للتطبيق العددي ندير الكارثة، وعليه يمكن أني نركز مليح مع العمليات الحسابية. الجداء أولى أقوى من الجمع وأقوى من الطرح، دونك نروح ندير الجداءات تاعي أنايا ومن بعد نروح نجمع ونطرح نورمال، حنلقى الاحتمال عدم إصابة الهدف تاعي هو 0.995. إذا هذا هو الاحتمال المطلوب مني حسابه. تلاحظوا باللي ما جيت نلحق القيمة هذه تعاملت مع مصطلحين أساسيين، الحوادث المتنافية وغير المتنافية والحوادث المستقلة. هذا إذا بالنسبة للشطر الأول اللي قلت لكم قبيل باللي السؤال أو التساؤل تاعي راح نجاوب عليه على شطرين. شفنا اني اعتبرت في الشطر الاول باللي الحوادث تاعي غير متنافيه، ولقينا الاحتمال تاعنا هو 0.995 وهو احتمال مقبول لانه محصور بين الصفر وبين الواحد. دروكا الطالب قادر يتسرع ويروح ياخذ السيناريو الثاني والشطر الثاني رايح نحكي لكم عليه، انه على سبيل المثال يقول لي باللي الحوادث هي متنافيه، ما عندها الأ1 والأ2 والأ3 ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. دونك هنايا لازم ما نسرعش ولازم نشوف الطالب يتعلم كيفاش يميز بين كتاش يحكي على الحوادث المتنافية وكتاش يحكي على الحوادث المستقلة. اوكي دونك لهنايا راح نحكيو على شيء آخر اللي هو السيناريو الثاني. حنحط الملاحظة تاعي هذه، لو افترضنا في هذه الحالة أن الحوادث الثلاث تاعي هي حوادث متنافية، وهذا الخطأ اللي قدر يرتكبه الطالب، يروح مباشرة يحكم من الحوادث تاعو يحطها على أساس أنها حوادث متنافية. حنا يعطونا الصيغة العامة تاع الحوادث المتنافية هي إذا كانت عندي ثلاث حوادث متنافية فإنه احتمال اتحادهم يساوي المجموع تاع احتمالهم، معنتها بي أ أن بار اتحاد أ2 بار اتحاد أ3 بار، إذا كانت الحوادث تاعي متنافية فيما بينها، هذا الاحتمال هو احتمال أ1 بار زائد أ2 بار زائد أ3 بار. نروح درك نعوض التطبيق عددي، أ1 بار حسبناه لقيناه واستنتجناه لقيناه 0.85، أ2 بار الاحتمال تاعو لقيناه 0.77، وأ3 بار الاحتمال لقيناه 0.86. نجي نجمع القيم الثلاث هذيا حنلقى الاحتمال تاعي يساوي 2.48. الوغ حنايا قلنا بلي الاحتمالات تاعي دائما مهما كانت الظاهرة اللي راح ندرسوها ومهما كانت التجربة ومهما كانت المعطيات، فانو الاحتمالات دائما تكون محصورة بين صفر والواحد. اذا جيت نحسب لهنايا لقيت بلي الحوادث تاعي اذا فرضت بلي الحوادث متنافية 2.48، لقيتها هي قيمة اكبر بكثير من الواحد، وهذا يعتبر غير منطقي وشيء غير مقبول اساسا في الاحتمالات جملة وتفصيلا. القيمة هذه راهي مرفوضة تماما. اوكي وبالتالي الطالب غير يكفي انه يجي على سبيل المثال يفرض باللي في حل تمرينات ولا في نهار اكزامان ولا اي حاجه يجي يحسب الاحتمال تاعو، يلقى الاحتمال تاعو اكبر من الواحد ولا يلقى الاحتمال تاعو اصغر من الصفر، هنا اوتوماتيكمون يعرف بلي النتائج او العمليات الحسابيه او التجربه تاعو او الاجابه تاعو راهي خاطئه. هنا لازم عليه يتوقف ويعاود يشوف ولا يعيد النظر في
طريقة حله للتمرين. أوكي، دونك هذا بالنسبة للتمرين السادس. شفنا فيه كيف يمكننا اعتبار الحوادث متنافية وغير متنافية، وكيف يمكننا اعتبار الحوادث مستقل. نروحوا دركا للتمرين السابع. وش يقول لي في التمرين السابع؟ دونك هنا رايحين نبداو ام تي بو في الاحتمالات الشرطية وفي نظرية بايز وهكذا، لأنها نظرية بايز تبنى أساسا على الاحتمالات الشرطية. وش قال لي؟ في إحدى الجامعات رسب 25% من الطلبة في مقياس الرياضيات. أعطوني دونك نسبة الرسوب في مادة الرياضيات اللي هي 25%، أعطاني نسبة الرسوب في مادة الإحصاء اللي هي 15%، وأعطاني نسبة الرسوب في الرياضيات والإحصاء معا هي 10%. وش قمنا؟ قمنا باختيار طالب بصفة عشوائية، وطلب مني ما احتمال أن يكون هذا الطالب الذي تم اختياره عشوائيا راسب في الإحصاء أو الرياضيات. أوكي، دونك احنا قلنا رايح نرمز لحادث الرسوب في الرياضيات بأم اللي جاي من كلمة ماتيماتيك، وبالحادث تاع الرسوب في مادة الإحصاء بلا بالرمز أو بالحرف اس اللي جاي من كلمة ستاتيستيك. وعليه الاحتمال المطلوب مني هو ما احتمال ام معناتها الرسوب في الرياضيات اتحاد اللي هو او اس اللي هو ستاتيستيك. وش كتبنا؟ كتبت لكم احتمال ام اتحاد اس يساوي بي ام زائد بي اس ناقص بي ام تقاطع اس. هذه الصيغة الرياضية تحوادث غير متنافية. وعلاش كتبت الصيغة دي ولا ما كتبتش الحوادث تاعي بلي حوادث متنافية؟ لهنا او اذكر لي صراحة بلي الحوادث اي غير متنافية في النص. كيفاش نعرفها باللي في النص؟ وش قال لي في النص؟ نعاود نرجع للنص. في إحدى الجامعات رسب 25% من الطلبة في مقياس الرياضيات، هذوما دونك النسبة تاع الرياضيات وحدهم. ومن بعد وش قال لي؟ 15% في الإحصاء، هذوما دونك 15% تاع الإحصاء وحدهم. وقال لي و10% في الرياضيات والإحصاء أو ميم طون، دونك و10% في الرياضيات والإحصاء. وبالتالي يمكن إني نلقى طالب، نفس الطالب، يكون راسب في الرياضيات وفي الإحصاء. احنا قلنا عن حادثان غير متنافيان، هما الحادثان اللي نجموا يوقعوا في نفس الوقت. وبالتالي على حساب واش كتب لي في النص لهنايا نفهم باللي هناك بعض الطلبة اللي يمكن اني نلقاه راسب في الرياضيات وراسب في الاحصاء في نفس الوقت. وبالتالي رحت كتبت الصيغة الرياضية تاع احتمال حادثان غير متنافيان. احتمال الرسوب في الماد هو 25%، عوضته بالقيمة تاعي تاع 0.25. احتمال الرسوب في الإحصاء هو 15%، حكم القيمة هذه قسمها على 100 ولات عندي 0.15، نقص منها احتمال الرسوب في الرياضيات والإحصاء. احتمال الرسوب في الرياضيات والإحصاء هو 10%، نحكم القيمة هذه نقسمها على 100 تولي لي 0.1، وعليه 0.25 زائد 0.15 هي 0.4، نقص منها 0.1 حنلقاو هو 0.3، وهو احتمال الرسوب في الإحصاء أو الرياضيات. سؤال ثاني وش قال لي؟ ما احتمال رسوب طالب في الرياضيات علما أنه راسب في الإحصاء؟ أوكي، دونك علما أن معناتها هنا عندي احتمالات شرطية. حنا واش قلنا؟ الطالب كي يرسب في الرياضيات ان نرمزولو بالام، وكي يرسب في الاحصاء راح نرمزولو بالاس. وعليه الصيغه الرياضيه تاعي واش تولي لي؟ ما احتمال الرسوب في الرياضيات علما ان، دونك لو سلاش هذا نقراوه علما ان راسب في الستاتيستيك، راسب في الاحصاء. دونك حنا على بالنا بيه باللي او ديجا راسب في الاحصاء، فما احتمال انه يكون راسب في الرياضيات. الصيغة العامة تاعي وزيها تكتب بي ام اس ام ماتيماتيك ساشون كو، علما انه راسب في الاس. واش قلت لكم انايا قبلا؟ قلت لكم دائما نحكموا الاس تاعي اللي مكتوبة من تحت هي اللي نهبطها لتحت في المقام. وهنا واش نكتب؟ حنكتب احتمال ام تقاطع اس. احتمال الرسوب في الرياضيات والاحصاء،
احتمال الرسوب في الرياضيات والإحصاء، عطاها لي مباشرة هو 10%، كتبتها 0.1. احتمال الرسوب في الإحصاء هو 15%، معناتها 0.15. هنقسم 0.1 على 0.15، هنلقى القيمة تاعي هي 0.667، وبالتالي هذا هو احتمال الرسوب في الرياضيات، علما أن الطالب تاعي رسب أصلا في الإحصاء. يمكن كذلك أني نبدل الصيغة، وش قال لي دركا؟ وش قال لي؟ أحسب احتمال الرسوب طالب في الإحصاء علما أنه راسب في الرياضيات. دركا رايحين نقلبوا الحالة، هتولي عندي ما احتمال الرسوب في الإحصاء علما أنه طالب راسب في الرياضيات. نحكم الآن بتاعي الاحتمال تاعي، نهبطه هو في المقام ونكتب احتمال ام تقاطع اس، معناتها احتمال الرسوب في الرياضيات والإحصاء اللي هو 0.10 أو 0.1 اللي هو 10%، ونقسم على احتمال الرسوب في الرياضيات اللي هو 25% اللي هو 0.25. نقسم القيمة، حنلقى بلي احتمال الرسوب في الإحصاء علما أنه الطالب راسب أصلا في الرياضيات هو 0.4، أو هذه النسبة يمكن نعبر عليها ب40%. هذا بالنسبة لأبسط صيغة قادرين نشوفوها بالنسبة للاحتمالات الشرطية. أوكي، تمرين بالنسبة لي هو التمرين السابع. نروحوا دركا للتمرين الثامن، ونبدأ نعقدوا شوية في الحالة تاع الاحتمالات الشرطية تاعي ونظرية بايس. وش قال؟ في التمرين الثامن شمل فحص طبي إحدى كليات الجامعة، فتبين أن 2% من الذكور مصابين بمرض إكس، أي مرض حنرمزوله بالرمز إكس، وأن 3% من الإناث مصابات بنفس المرض. فإذا علمت أن 40% من طلبة الكلية هم إناث، احسب الاحتمالات التالية. دونك هنايا واش رايحين نحسبوا؟ الاحتمال أنه الشخص المسحوب تاعي هذايا يكون عشوائيا، المسحوب عشوائيا مصاب بهذا المرض. نعاود نرجع كما قلنا، نعاود نرجع المعطيات تاعي ونجبد المعطيات تاعي انا. واش قال لي؟ قال لي الكلية تاعي مقسومة إلى ذكور وإناث، والذكور تاعي مقسومين هما في حد ذاتهم إلى طلبة مصابون بمرض إكس، أعطاني النسبة تاعهم هي 2%، والطلبة المتبقيين ما همش مصابين، والطالبات فيهم نسبة مصابات هي نسبتهم 3%، والمتبقيات غير مصابات. علما أنه الطلبة تاعي الكلية كاملين 40% منهم إناث، و60% المتبقي هما ذكور. دونك هالمعطيات تاعي هذيا كي نحوس نرسمهم بالشكل تاعي هذايا باش نبسطهم، حنرسمهم بالشكل هذايا. دونك عندي الإناث، عندي الذكور، والذكور قسمتهم حتىهم إلى جزئين، المصابون وغير المصابون، والإناث المصابات وغير المصابات تاعي أنايا. رايح درك واش رايح نحكم؟ نحكم التسميات تاعي هذوما، رايح نعوضهم بالمعطيات اللي عندي. دونك أعطاني نسبة الإناث، راح نستنتج نسبة الذكور، أعطاني نسبة المصابين، راح نستنتج نسبة غير المصابين، أعطاني نسبة المصابات، راح نستنتج نسبة غير المصابات. دونك كي نجي حنعوضها الرسم تاعي هذا، حنعوضه بالأرقام، عوض باش نكتب التسميات حنعوضهم دونك بالأرقام. قال لي بلي 40% من طالبات ولا طلبة الكلية هم إناث، وبالتالي 60% هم ذكور اوتوماتيكمون. بالنسبة للذكور، نسبة الذكور المصابين بالمرض هو 2%، نحكم القيمة دي نقسمها على 100 هي 0.02، وبالتالي نسبة الطلبة غير المصابين هي 1 ناقص 0.02 اللي هي 0.98. هذوما هي نسبة 98% اللي هي نسبة الطلبة غير المصابين. نسبة الإصابة بالنسبة للإناث هي 3%، نحكمها نقسمها على 3 على 100، نلقى القيمة تاعها هي 0.03 اللي هي نسبة المصابات، وبالتالي فنسبة الطالبات غير المصابات هو 1 ناقص هذه القيمة، حنلقاوه 0.97. وعليه كي نجي نحكم المعطيات تاعي هذه، نخرجها دركا باش نكتبها في شكل حوادث، ولا نكتبها في شكل احتمالات باش نبسط الامور تاعي. واش راح نكتب؟ نلقى باللي احتمال حصول على اون في، معناتها
احتمال حصول على بنت أو طالبة هو 0.4. جبتهم من المعطيات، ما خرجتوش من راسي، أوكي؟ دونك نسبة الحصول على طالبة هو 40%، معناتها هو 0.4. اف جاي من كلمة في، معناتها اتيديونت، وبالتالي بي جي معناتها احتمال الحصول على ان غارسون معناتها الطالب هو 1 ناقص 0.4، اللي لقيناه 0.6، اللي هي القيمة تاعي هذه. أعطاني كذلك واش قال لي احتمال الإصابة بالمرض إكس، علما أنه الطالب ذكر. احتمال الإصابة بالمرض إكس علما أنه الطالب ذكر هي 2%. ها هي وين هي القيمة تاعي تاع 2%. اوكي، دونك حنايا نوالفوا رواحنا اني كيف احول الصيغ الادبيه الى كتابات رياضيه. حولت كتبت تبين ان 2% من الذكور مصابين بالمرض اكس. هو شطلب لي هنا قال لي ما هو احتمال انه يكون مصاب بهذا المرض. هنايا الاصابه تاع المرض تاعي ما على باليش، لانه الشخص تاعي المسحوب عشوائيا هذا مصاب بالمرض. هل الشخص المسحوب تاعي هذا ذكر او انثى؟ يعلم ربي. انا واش قال لي؟ قال لي ما احتمال ان يكون الشخص تاعي مصاب بهذا المرض. دونك هنا واش كتبت؟ كتبت احتمال الاصابه بالمرض علما انه طالب انه ذكر، عطاه لي النسبه هي 2%، كتبتها 0.02. احتمال الاصابه بالمرض اكس علما انها طالبه هو 3%، معطيات اللي هو 0.03. وعليه كي نجي نحسب الاحتمال تاعي انايا، قلت لكم قبيل باللي الشخص تاعي هذايا ما على باليش بالجنس تاعو، هل هو طالب ام هي طالبه، هل هو ذكر ام هي انثى. المهم بالنسبه لي انا يكون مريض مصاب بالمرض اكس، وعليه في الاحتمال تاعي هذايا كي نجي نحسبه واش نلقاه؟ احتمال الاصابه بالمرض اكس هو يساوي احتمال أن الشخص الذي تم اختياره يكون ذكرا، و أي هنا كاين في يكون مصابا بالمرض إكس علما أنه ذكر، أو الشخص الذي تم اختياره عشوائيا تكون أنثى تكون طالبة وتكون مريضة ولا مصابة بالمرض إكس علما أنها بنت. بي جي احتمال الذكر هو 0.6، احتمال إصابة الذكر بالمرض إكس هو 0.02، أو احتمال اختيار طالبة هو 0.4، واحتمال أنها تكون مصابة بالمرض إكس هو 0.03. نضرب 0.6 في 0.02 و 0.4 في 0.03 ونجمعهم، حنلقى احتمال أنه الشخص اللي راح نسحبه عشوائيا يكون مصاب بهذا المرض هو 0.024. اوكي، هذا بالنسبه للشطر الاول. الشطر الثاني، ما احتمال ان يكون شخص ذكر علما انه مصاب بالمرض اكس. دونك الكتيبه تاعي واش راح تولي؟ ما احتمال انه يكون ذكر علما انه مصاب بالمرض اكس تاعي انا. قلت لكم دائما نحكموا الاكس تاعي هذا او القيمه اللي من تحت هذه هي اللي نحطها في المقام. حكم دونك اكس حسبت لها الاحتمال تاعها، تحط لها الاحتمال تاعها اللي هو بي اكس، واش قعد لي من فوق هو القيمه هذه تقاطع القيمه هذه، نحسبوا لها الاحتمال تاعها، معناتها انه يكون ذكر ويكون مصاب بالمرض اكس. دونك البي اكس تاعي ديجا حسبتها، هذه حسبتها قبيل، لقيتها 0.024. واش قعدت لي؟ قعدت لي القيمه تاعي هذايا ما احتمال انه يكون ذكر ومصاب بالمرض اكس. الكتيبه هذه يمكن اني وشرحتها قبلا في المحاضره كيفاش نحولوا الصيغه هذه التقاطع، صيغه التقاطع هذه الى الصيغه هذه، اوكي مانيش حنعاود نشرحها، وبالتالي راح نكتبها مباشره. الكتيبه هذه تولي عندي بي جي تقاطع اكس هو بي جي، معناتها احتمال انه يكون الشخص تاعي ذكر ويكون مصاب بالمرض اكس علما انه ذكر. بي جي هو 0.6، بي اكس جي
هو 0.02، معناتها احتمال الإصابة علما أنه ذكر. نحكم القيمة هذه ونقسمها على القيمة هذه، حنلقى هو 0.5 وهو احتمال أن يكون شخص ذكر علما أنه مصاب ولا فوالا مصاب بالمرض إكس تي يعني. هذايا بالنسبة لنظرية بايز في صيغتها البسيطة. درك رايحين ناخذ التمرين التاسع وراح نحكم لكم الصيغة هذه ونروح نديفراغمونتيها كما قلت لكم، نجزئها إلى وحداتها باش نبسطها جيدا. في التمرين التاسع واش قال لي؟ لدينا ثلاث أكياس مرقمة 1 2 3 تحتوي على التوالي على دونك الكيس الأول فيه كرتين حمراوتين وأربع كرات بيضاء، الكيس الثاني فيه كرة حمراء وكرتان بيضاوتان، الكيس الثالث فيه كرتان حمراوتان وخمس كرات بيضاء. نقوم باختيار كيس بطريقة عشوائية ونسحب منه كرة. إذا علمت أنها حمراء فما احتمال أن تكون مسحوبة من الكيس الذي يحمل رقم 2؟ أوكي، دونك نحكم المعطيات تاعي نلخصها في هذا الشكل. ها هو الكيس الأول تاعي، قلنا واش كاين فيه؟ فيه زوز كرات حمراء أربع كرات بيضاء. الكيس الثاني تاعي فيه كرة واحدة حمراء وزوز كرات بيضاء. الكيس الثالث فيه زوز كرات حمراء وخمس كرات بيضاء. الاختيار تاعي سيكون اختيارا عشوائيا، وبالتالي أنا واش راح ندير؟ إما نختار هذايا أو نختار هذايا أو نختار هذايا، مادام الاختيار تاعي اختيار عشوائي، باش نضمن باللي العشوائية تاعي راهي متحققة 100%، حنروح نغطيهم تاعي الأكياس تاعي في ثلاثة، ونروح ندخل يدي ورايح نسحب. السحب تاعي تاع الكرة اللي رايح نسحبها حتكون كرة حمراء، وبالتالي ها هي الكرة تاعي الحمراء. تم اختيارها عشوائيا ولقيناها باللي كرة حمراء. واش قال لي دركا؟ إذا علمت أن الكرة تاعي هذه هي كرة حمراء ما احتمال أنها تكون خارجة من الكيس رقم 2؟ أوكي، هذا هو وش المقصود كيفاش وقعت التجربة تاعي أنا. إذا الشيء اللي رايح نديره هو رايح نرمز للكيس الاول بالرمز A1، والرمز تاع الكيس الثاني A2، والرمز تاع الكيس الثالث A3. معناتها هذوما ثلاث حوادث، معناتها اما الكرة الحمراء تاعي تسحب من الكيس الاول وهذا حادث رمزنا له A1، او الكرة الحمراء تكون مسحوبة من الكيس الثاني وهو الحادث اللي رمزنا له A2، أو الكرة الحمراء تاعي مسحوبة من الكيس 3 والحادث هذا يرمزنا له بأطروا، لأنه إلى حد الآن مازلنا ما على بالناش الكرة تاعي هذه وش من كيس خرجت منه، الأول أو الثاني أو الثالث. وش رايح ندير؟ رايح نبسط. دونك رمزنا للكرة الحمراء بالرمز R اللي جاي من كلمة روج. أوكي، دونك هنا وش رايح ندير؟ الاحتمال تاعي المطلوب مني حسابه في هذه الحالة هو ما احتمال انه الكره تاعي الحمراء هذه اللي يعني على بالي بها ديجا هي قيمه المعلومه، ما احتمال انها تكون مسحوبه من الكيس 2 اللي هو A2، وبالتالي راح نكتب احتمال السحب من الكيس الثاني علما انها الكره تاعي حمراء. هذه الاحتمال كي نجي نكتبه في الصيغه العامه تاعو اللي هو نظرية تاعي تابايز بالصيغة العامة أو القانون تاعي تابايز بالصيغة العامة، راح نكتبوه بشكل هذا اللي هو PA2 علما أنه R قد تحقق، هو PA2 في احتمال R أنه مسحوب من الكيس الثاني في القانون العام أو القانون العام تاع الاحتمالات يكتبوا بالصيغة العامة هذه. هذه هي عبارة عن الصيغة العامة. كي نجي نحكم الصيغة العامة تاعي ونحوس نبسطها واش راح نكتبها؟ هنكتبها بشكل هذا، هنكتب لي الاحتمال تاعي تاع اختيار الكيس الثاني علما انها الكرة تاعي هي كرة حمراء، دونك احتمال السحب من الكيس الثاني علما انها الكرة حمراء، هو احتمال انه الاختيار تاعي يكون من الكيس الثاني والكرة تكون حمراء من نفس الكيس اللي هو الكيس الثاني. هذه
عدد الحالات الممكنة، لأن يعني الاحتمال تاعي مع احتمال سحب تاع الكرة الحمراء ويكون من الكيس الثانية. على ذلك أنا كتبت أني نختار الكيس الثاني وتكون الكرة حمراء من هذا الكيس الثاني. بعد على الحالة الكلية، الحالة الكلية هي وش هي؟ أنا شحال عندي؟ عندي 3 أكياس، وبالتالي عدد الحالات الممكنة كي نجي نقسمها نقسمها على عدد الحالات الكلية. عدد الحالات الكلية هي وش هي؟ إما الاختيار تاعي يكون على الكيس الأول والكرة الحمراء تكون من الكيس الأول، أو الاختيار تاعي يطيح على الكيس الثاني والكرة الحمراء تكون من الكيس الثاني، أو الاختيار تاعي يكون من الكيس الثالث والكرة الحمراء تكون من الكيس الثالث. هذا هما الحالات العامة تاعي أنايا، لأن الاختيار تاعي اختيار عشوائي، أنا ما شفتش وش يدي وين رايحة، وش من كيس رايحة تروح. معناتها قادرة يدي تروح للكيس الأول، كيما قادرة تروح للكيس الثاني، كيما قادرة تروح للكيس الثالث. هذو هما الحالات العامة اللي عندي أنا، 3 حالات اللي عندي أنايا. ومن بعد وش قال لي؟ ما احتمال انها تروح من الكيس الثاني، وبالتالي راح نحكم الحالة تاعي ناخذ دايما الحالة الممكنة. قلنا نجبدها من الحالات الكلية، عندي 3 حالات كلية باش نجبد الحالة الممكنة، نشوف الاحتمال تاعي واش طلب مني، اسكو طلب مني للكيس الاول ولا الثاني ولا الثالث. حكى لي الكيس الثاني، وبالتالي تلاحظوا باللي الصيغة تاعي هذه تاع الكيس الثاني هي نفسها تاع الكيس الاول. انا واش راح ندير لكم دركا؟ راح نحكم باش نبسط الامور، قلت لكم راح نحكم الصيغه هذه تاع القانون تاعي طابايز، ونروح نجزئه الى اجزائه باش نشوفوا كيفاش نحسب الاحتمالات تاعي وانا قاعد نجزأ، وبعد نعاود نركبها. مبدئيا واش راح ندير؟ البسط هذايا رايح نهمله مؤقتا، راح نهمله، وبالتالي ساقوم باخفاء البسط تاعي هذا، راح نحيه مؤقتا، راح نحيه. اوكي، دونك هذايا لهنايا راني الحاله هذه راني نحكي فيها على الكيس الاول، الحاله تاعي هذه الثانيه راني نحكي فيها على الكيس الثاني، والحاله الثالثه تاعي راني نحكي فيها على الكيس الثالث. هذايا الشيء اللي قلته قبيله. اوكي، دونك هذه الحاله الاولى، هذه الحاله الثانيه، وهذه الحاله الثالثه. واش قلت لكم دركا؟ نحكم من الصيغه تاعي هذه اللي في البسط نهملها مؤقتا، ما نديروهاش، ما نديرولهاش حساب بور لانسون، ما نديرولهاش حساب. اوكي، هذايا قاعد نعلم فيكم دونك كيفاش نحكم القانون تاعي، نروح نجزئو باش نلقى القيم تاعو انا. واش راح ندير؟ نروح دركا نهتم بالمقام تاعي انا. ها هو المقام، مقام فيه 3 قيم. حنحكم القيمه الاولى تاعي تاع انه الاختيار تاعي قادر يطيح على الكيس الاول، حنحطو لهنايا، ولاحظ باللي القيمه تاعي هذه هي عبارة عن جداء قيمتين، اللي هي احتمال A1 واحتمال انها تكون حمراء علما انها من الكيس الاول. ناخذ القيمة الثانية تاعي نحطها هي كيف كيف لهنايا، ونقسمها الجزء تاعها، اني هنايا نحسب الـ PA2 معناتها احتمال السحب من الكيس او اختيار الكيس الثاني، وهنايا حيكون عندي احتمال سحب كرة حمراء من الكيس الثاني. نروح نحكم القيمة الثالثة تاعي نحطها لهنايا، وكيف كيف حتى هي نقسمها لجزئين، مع احتمال اني نختار الكيس الثالث ونزيد نحسب معاه الاحتمال تاع اختيار الكيس بلوتو سحب كرة حمراء علما انها من الكيس الثالث. اذا لحد الان حكمت المقام تاعي قسمته 3 اجزاء، وكل جزء من الاجزاء الثلاثه تاعي قسمته الى جزئين، هكا باش قاعد نبسط في الامور تاعي. حنبداو دركا بحساب الاحتمالات تاعي هذوما. واش عطاني هو؟ عطاني 3 اكياس، 1 و2 و3. اسكو قال لي حدد لي احتمال اختيار الكيس رقم 1؟ ما عطانيش. احتمال اختيار الكيس الثاني؟ ما عطانيش. احتمال اختيار الكيس الثالث؟ ما عطانيش. ما حدد لي حتى شيء، ما عطاني حتى شرط. وبالتالي في الحالة هذه كي ما يعطيني شرط، معناتها احتمال انها يدي تروح للكيس الاول هي نفس احتمال انها يدي تروح للكيس الثاني، هي نفسها احتمال ان يدي تروح للكيس الثالث. وعليه حيكون عندي PA1 وPA2 وPA3 متساويين، عندي 3 حالات، 1 2 3، كل واحدة فيهم عطيتها الاحتمال تاع 1 على 3. دونك هذا احتمال اختيار الكيس الأول هو ثلث،
احتمال اغتيال الكيس الثاني هو ثلث، احتمال اغتيال الكيس الثالث هو الثلث. وعلاش؟ لانه لهنايا ما دام اعطاني ولا شرط ساضع اوتوماتيكمون الاحتمالات تاع اختيار الاكياس الثلاثه متساويه، عطيتهم كل واحده فيهم القيمه ثلث، وبالتالي لهنايا راني حددت القيمه تاع ا1 وحددت القيمه تاع ا2 وحددت القيمه تاع ا3. واش مازال لي درك؟ مازال لي ثلاث قيم: احتمال اختيار كرة حمراء من الكيس الأول، احتمال اختيار كرة حمراء من الكيس الثاني، واحتمال اختيار كرة حمراء من الكيس الثالث. هنبدأ بالكيس الأول تاعي. دونك في الكيس الأول تاعي واش عندي؟ عندي أربع كرات بيضاء وزوز كرات حمراء، ما احتمال أني رايح نسحب كرة حمراء من الكيس الأول. في هذه الحالة واش راح يولي عندي؟ احتمال اختيار كرة حمراء من الكيس الأول هو اختيار كرة حمراء عشوائيا من أصل 2 حمراء، كتبت C1 2، معناتها راح نختار عشوائيا كرة حمراء من أصل زوز كرات حمراء الموجودات في الكيس الأول، هذا عدد الحالات الممكنة، على عدد الحالات الكلية معناتها راح نختار كرة من أصل 6 كرات الموجودين في الكيس رقم 1. كي نجي نطبق القانون تاعي واللي عندي PR علما انه A1 عندها احتمال سحب كرة حمراء علما انها من الكيس الاول هو توفيقة T1 2 على توفيقة T1 6 وتساوي 1 على 3، وبالتالي اختيار كرة حمراء من الكيس الاول يساوي 1 على 3. كملنا مع الكيس الاول، وش قعد لي؟ قعد لي الكيس الثاني، ما احتمال سحب كرة حمراء من الكيس الثاني. حنحط الكيس الثاني، وش فيه الكيس الثاني؟ فيه كرة واحدة حمراء وزوز كرات بيضاء، وبالتالي الاحتمال تاعي تاع اني نسحب كرة حمراء من الكيس الثاني هو PR علما اني في الـ A2، معناتها احتمال سحب كرة حمراء علما اني في الكيس الثاني هو سحب كرة حمراء من اصل كرة واحدة حمراء عدد الحالات الممكنة على سحب كرة من أصل 3 كرات الموجودة في الكيس تاعي اللي هو C1 3. كي نجي نحسب هذه القيمة حنلقاها 1 على 3، وبالتالي احتمال سحب كرة حمراء من الكيس الثاني يساوي 1 على 3. حنحطوها أكوتي، واش قعد لي؟ قعدت لي الحالة الأخيرة هو ما احتمال سحب كرة حمراء من الكيس الثالث، رمزنا لها PR ساشون كو A3 تحققت. حنحط الكيس تاعي فيه زوز كرات حمراء وخمس كرات بيضاء، وعليه اوتوماتيكمون كي نجي نحسب الاحتمال تاعي حنلقاه احتمال سحب كرة حمراء من الكيس الثالث علما اني في الكيس الثالث هو اني رايح نسحب كرة حمراء من اصل زوز كرات حمراء اللي عندي، كتبت التوفيقة اللي هو C1 2 على C1 7، معناتها ساختار كرة من أصل 7 كرات الموجودة عندي هنايا، والقيمة تاعي هذه تساوي 2 على 7. إذا وش كانوا عندي قبيلة كي جزأت؟ كانوا عندي 6 حالات أو 6 قيم، كانت عندي PA1 و PA2 و PA3 عطيناهم القيمة 1 على 3، احتمال سحب كرة حمراء من الكيس الأول لقيناها 1 على 3، احتمال سحب كرة حمراء من الكيس الثاني لقيناه 1 على 3، واحتمال سحب كرة حمراء من الكيس الثالث لقيناها 2 على 7. واش نروح ندير؟ درك نعاود نرجع للصيغة تاعي ونروح نطبق القيم اللي لقيناها. اوكي، دونك هذوما القيم كل وحدة فيهم لقينا القيمة تاعها، سيبهم. واش رايحين نديروا لهم؟ رايحين نعوضوهم بالقيم اللي لقيناها. ها هما القيم تاعهم. دونك شو ولات عندي؟ ولات عندي القيمة هذه هي نفسها القيمة هذه، دونك PA1 1 على 3 و PAR1 هي 1 على 3، القيمة تاع PA2 هي لقيناها كيف كيف 1 على 3، والقيمة تاع سحب كرة من الكيس الثاني 1 على 3، الاختيار الكيس الثالث 1 على 3، واختيار كرة حمراء من الكيس 3 هو 2 على 7. الآن المبدأ تاعي واش قلت لكم؟ قلت لكم باللي هذوما اللي يجيو في المقام دائما هما عدد الحالات الكلية. عندي احتمال اختيار الكيس الأول والكرة الحمراء تكون منه، احتمال اختيار الكيس الثاني
والكرة الحمراء تكون منه، واحتمال اختيار الكيس الثالث والكرة الحمراء تكون منه. السؤال تاعي، ما احتمال اختيار الكيس الثاني علما انها حمراء؟ مش معناتها قاعد يقول لي هذه هي الحالة الممكنة من أصل الحالات الكلية، وبالتالي الحالة الممكنة تاعي هذه هي اللي راح نهزها ونحطها لهنايا في المقام. أوكي؟ دونك القيمة تاعي هذه اللي لقيناها لو بي أ 2 على بي أر أ 2، كي نجي نعبر عليها دركا بالقيم العددية هي نفسها القيمة هذه بعد، وبالتالي هذه واش رايح نديرها؟ معناتها القيمة هذه هي اللي رايح نهزها ونحطها لهنايا. واش رايح نلقى؟ نلقى تحصلنا اذا على القيم تاعي كل. نروح جوست نحسب، حنلقى باللي احتمال الحصول على او احتمال اختيار الكرة الثانية علما انها حمراء، نحسب القيم تاعي هذايا وحنلقى الاحتمال تاعي هو 0.35. اوكي، هذا دونك كيفاش نقرا النص، كيفاش نعرف باللي راني بصدد الحديث عن نظريه بايز، كيفاش حكمت نظريه بايز، كيفاش ديفراغمونتيتها معناتها جزأتها الى اجزائها بحيث اني بسطتهم، حوست على احتمال كل قيمه على حده، بعد عودت ركبت الصيغه تاعي واخترت من القانون العام تاع الاحتمالات اللي هي الصيغه اللي دائما تجي من تحت في المقام، ونختار فيها اي الحالات راني نحكي فيها، اسكو الحاله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، وهكذا على حساب السؤال تاعي. لاحظوا هنا في التمرين تاعي اخترت الصيغه الثانيه لانه الحاله الثانيه تاعي هي اللي المطلوب مني حسابها في الاحتمالات. نهز هذه القيمه نطلعها هي نحطها في البسط ونحسب الاحتمالات تاعي كما جرت العاده، عدد الحالات الممكنه على عدد الحالات الكليه، ونلقى الاحتمال تاعي اللي دائما وابدا يكون محصوره بين القيمه تاعو تكون محصوره بين الصفر والواحد. إذا بهذا القدر أكتفي في الجزء الثاني الخاص بحل السلسلة رقم 3. نتمنى أني يكون كما جرت العادة بسطت الأمور إلى أكبر قدر ممكن، وصلت لميساج الأكبر قدر ممكن من الطلبة كما جرت العادة. إذا عندكم أي تساؤلات حطوا تعليق تحت الفيديو. في الايام القليله القادمه نزل لكم، قلت لكم قبلا، زوز فيديوهات. الفيديو الاول خاص بطريقه الدخول الى منصه مودل الجديده تاع الجامعه تاع جالمان، نعطي لكم كيفاش تسجلوا في الماده تاع الاحصاء 2، ونزيد نهبط لكم فيديو ثاني كيفاش رايح نخلق دي كلاس فيرتويال عباره عن اقسام افتراضيه، بحيث انه في الاقسام هذه نعطيكم مواعيد اللي نكون فيها بحول الله متواجد على المنصه، وين طالب نعطيكم كيفاش تدخل، كيفاش تدخل لهذه الاقسام الافتراضيه على حساب المواعيد اللي راح نحددها قلت لكم لاحقا. ويمكن هناك انك تسال اي سؤال، اي انشغال، اي حاجه ما فهمتهاش، تسأل السؤال وانا نجاوبك ثم سيرو بلاس بعد. نتمنى اني يكون وفيت وكفيت. نتمنى النجاح والتوفيق للجميع. تمنياتي لكم اذا بالصحة والعافية. نلتقي في الجزء الثالث الخاص بالتمارين رقم 10 و11 و12. الى ذلكم الحين اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.